السلام عليكم. تبارك الله عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا رجعنا من جديد، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. شحال من فيديو في جبنا انا دا انا سفيان اصلا فيه شحال ما بان معنا في فيديو شي يقولوا شي ثلاث فيديوهات هاي صورت ما كانش اصلا فيديوهات اللي شحال ما بانوا معنا ماشي احنا اليوم ماشي اليوم ماشي بوحدتنا، معنا ابتسام ومعنا الياس هو هنايا خلف الكواليس. الياس في واحد الورقه مهمه هذا ما تعرفوها. المهم بغيت نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد، واللي زيد في القناه كنقول له مرحبا به حتى هو ويلكم باك. يس، ما ينساش ينزل تحت باقي نشارك يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويخلي لنا كومونتير زوين ويعمل الجيم حتى هي ما ينساهاش. المهم عمل لايك وبارطاجيها مع الناس اللي كتبغيو كاملين بكم، باش ان شاء الله من هنا لقدام يكونوا فيديوهات بزاف كثار ويكونوا حلوين بحالنا بحالنا وبحالكم. اوكي. المهم شحال عملنا شي تحدي ولا شي تشالنج ولا شي برانك ولا شي حاجه. المهم اليوم غادي نكون واحد التحدي هو مين اكثر فينا. هنا نطرح الاسئله لابتسام، الاسئله في الدين ديال الياس، هو اللي غادي يسقسي ابتسام ياك راهي سقسي ابتسام وهي غادي تجاوب، ولكن بطريقه اخرى هي تجاوب. انا اللي فينا غادي تخشيو راسو في الماء، حنا عندنا بانيوس ديال الماء غادي نشوفو ياك. انا تبعي معنا فيديو قلت لها نعمل معاكم فيديو ديال الماء. الله يا ودي انا كنشم ريحه الغش فاش. لا والله ما كنشم باز. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ما نكسروش من الحضره، حنا ندوزو للتطبيق نيجي. وعلى بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. نبداو مع أول سؤال. يلا هي أول سؤال هو شكون اللي فيهم مضحك؟ شكون اللي فيهم مضحك؟ شكون اللي فيهم مضحك؟ شكون اللي فيهم غبي؟ عرفتي شكون أنا؟ لا تعدوا هذا والله ما غادي علينا. والله كيف حد بالصعاده. شكون اللي دائما في الحضاره؟ بصراحه ابتسام بصراحه زعما بصراحه زعما اللي كتشوفها اللي كتشوفها فيها ريحه العرق ديالها خنزه اللي ريحه باينه ريحه هذا. واه واش هذا؟ اه والله بصراحه فيك ريحه العرق مع مرات بعد مرة هي ما كتكونش فيها. انا قلت شي واحد قلت لك غنشم ريحة الغش فاش مابقاش هوا دايرة يعني. شكون فيهم اللي حساس اكثر؟ زربتي ليا صافي. شكون كيعرف يلبس حسن؟ ما كنعرفش تجاوبني. انا عيبو هالي في اللباس مابقاش كنعرف. شكون صوتو احسن؟ والله ما كنعرف. ماشي هوت ما تعرفش انا بمزح عدت الاسئله بالعالي هي باش بقات تخشيني هي انا فوجي شكون اللي فيهم اللي ما كيهمو حتى حاجه؟ اللي ما كيهمو والو. انجليزي ديال مرتي. انا كنهتم الحمد لله بادق التفاصيل. حامد شكون اللي فيهم ما كيهمو حتى حاجه؟ اخوتي واش انا عم قايل انا اللي هو شويه هي ما بقاتش غير انا اخوتي جاي دار لي
شكون اللي فيه الدودة؟ إلياس. شكون اللي كيزيد فيها في التصرفات؟ شكون كيزيد فيها؟ هذا السؤال هذا خليه يهبط سويا. انقلب السحر على السحر. شكون اللي كتشوفو يقدر يدخل الحاج؟ انا ما ندخلش عليك اللعب صراحه. انت دخل عليا. لا تدخل الحاج على شي حاجه اقل من صعب. ماشي حاج. باينه تقدر تقتلني تدخل للحاج. باينه. ما تهدر ما والو درا صاحبي قول شكون بصح بحقيتي انا باغا فيا الخدمه هنا وهاد كتهبط ليا شكون اللي تقدر تعاود له شي سر صراحه فينا صراحه اه طيب شاري من الزنقه سلطع طبعا انا شنو بغيتي كتهضرينا يا قعو سر كبير عمرك عاودتي شي سر وجبرتي على البقع دايما كتبقى كترفع المول من بعدا يلا شكون يقدر يسرق؟ يسرق؟ شكون يقدر يسرق؟ شكون؟ شكون مزيون فيهم؟ علاش هبطتي؟ جوجي جوجي ما هبطتني وهي زوخيتي كنت عندها هبطت بجوجي انا لا مزيونة لا مزيونة لا مزيونة هذا يجيب راسك شو اسمع صراحة شكون اللي مزيون انتوما كتشوف شوف الجنب ديالي شو ديال نوم شبرك انتوما اللي عاد كتبوا اخوتي شكون اللي مزيون في الكومنتات طبعا انا طبعا باش يتي انا طبعا باش يتي زعما الاسئله قالوا الاسئله والصحة كان ماتش هبطنا الراس ديالنا كان لقاء اجي لا 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 كان لقاء شيق جينا هنا جينا جينا كي هبطنا الراس ديالنا ماشي على جيبا 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 كمشي كي هبطنا الراس لا حطوا الطابله بعيد الطابله يا صاحبي بعيد الطابله المهم كان هذا الفيديو خفيف ظريف اليوم هذا الفيديو غير ديال باش نقول لكم احنا رجعنا تحديات ان شاء الله وفيديوهات وفلوغات ان شاء الله جديدة بديش انا حالتي اذا كنت ماشي هي ديك ما عرفتش راسي فما شفت راسي فمايا ما عرفت هادشي الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك ديالكم وان شاء الله يا ربي نرجع لكم في تشالنجات اخرين وبزاف حالات اخرين خليناكم على خير وتبارك الله عليكم نشوفكم ان شاء الله قريب